ركزوا معايا في رقم 30 دي، مثال لطيف قوي. هو بيقول لي ايه؟ احنا معانا قد كده جرام من الالكين يحتوي الجزيء الواحد منه على ربطة مزدوجة واحدة، تفاعل 8 جرام من البروم المذاب حتى زال اللون تماما، فإذا علمت إن الكتلة المولية كانت قد كده. بص اللعبة وخليك إيه العبها. هو عنده ربطة مزدوجة يبقى ده الكيني، بس الصيغة العامة كانت كام؟ سي ان اتش 2 ان زائد مين؟ زائد البي ار 2 اللي هو اتفاعل معاه، هيروح يدينا مين؟ طبعا على السهم سي سي ال 4، فهيروح يدينا سي ان اتش 2 ان، ومدينا كام؟ بي ار 2 بالشكل ده. تمام، العلاقة هتبقى من مين؟ اعتبرها مسألة ترسيب عادية خالص في الباب الثاني. هنا كده أنتجنا 1 مول، وهنا احتاجنا 1 مول، يبقى علشان يتفاعل الألكين مع البي آر محتاجين هنا 1 مول ومحتاجين هنا 1 مول. تمام، والله يا دكتور هو الراجل ده هو تمام كان أنتج كام؟ 160 جرام تمام، اللي هي الكتلة المولية بتاعته. يبقى الراجل ده كان، وده كان معاه كام؟ كان معاه 8 جرام، وهنا كان معاه كام؟ كان معاه 2 1 جرام، يبقى الاتنين واحد كانوا بينتجوا 8، يبقى الكام بينتج 160، طرفين في وسطين يطلع الناتج هنا. حد يعملها؟ اتنين واحد من عشرة في 160 على 8، 42 42. يبقى احنا كده جبنا الكتلة المولية بتاعت مين؟ بتاعت الألكين. مين هنا الالكين بتاعه كتلته 42؟ تعال نحلها. سي ان اتش 2 ان بتساوي ال 42، وهو هنا مدينا الكتله الموليه بتاعت الراجل دون، يبقى كام؟ يبقى ال 12 ان زائد الواحد في 2 ان بتساوي 42. يلا يا اخوانا 14 ان بتساوي 42، يبقى ال ثلاثة. ان 42 على ال 14 بتساوي 3، تبقى الاجابه ايه؟ جيم.